بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل مع بعض موضوع الـ OSPF، والفيديو ده هنشرح فيه يعني ايه راوتر اي دي. الراوتر اي دي مبدئيا هو بيكون اكبر اي بي ادرس على الراوتر، اكبر اي بي ادرس موجود في الراوتر. لو افترضنا مثلا راوتر ريد سي هنا داود، الراوتر ده عليه 2 اي بي، 41.0.0.2 و10.0.0.2. لو احنا عايزين نعرف ايه هو الراوتر اي دي لراوتر ريد سي، ممكن ان احنا من اي راوتر محيط بي نيجي على مثلا راوتر 2 هنا كده، نقول له انيبل شو اي بي او اس بي اف نيبرز، فده هيقول لي ايه هم جيراننا، ايه هي الرواتر الجيران لينا. فحنلاقي ان احنا عندنا راوتر واخد اي بي 41.0.0.2 از راوتر اي دي او نيبر اي دي، وعرفناه او وصلنا له عن طريق سيريال انترفيس 0/0/0، لان هي ده الانترفيس اللي عرفنا منه او عرفنا نوصل من خلاله لراوتر ريد سي. فبالتالي الاي بي 41.0.0.2 تم استخدامه من قبل الـ OSPF انه يكون هو عنوان لي على الديفايس، مع العلم ان في اي بي اخر 10.0.0.2 موجود. يبقى المعيار الاول اكبر اي بي ادرس هو اللي بيعتبر الراوتر اي دي للراوتر باي ديفولت لحد انت ما تغير الكونفيجريشن دي بشكل اخر. نفس القصة بالتبعية لو احنا برضو في نفس الراوتر هنا، راوتر 2 ار 2، نكمل معاه نشوف مين تاني جيرانه. هنلاقي مثلا ان هو ليه جار 14.0.0.2 14.0.0.4 14.0.0.3، ادي 14.0.0.2 وهنا 14.0.0.3 وهنا 14.0.0.4. طبعا ال 13 وال 14 الاكبر الاي بي 14، فبالتالي ار 1 تم استخدام 14.0.0.2 علشان يكون ده هو العنوان للاوس بي اف عنه جوه الطبولوجي كلها. يعني الرواتر هنا كلها عارفه ان عنوان ار 1 هو 14.0.0.2 لان ده هو اكبر اي بي ادرس على الديفايس. نفس القصه في 14.0.0.4 و12.0.0.1 تم استخدام 14.0.0.4 كعنوان للاوس بي اف جوه الطوبولوجي كلها يخص راوتر 4 زي ما احنا شايفين هنا.